مرحبا طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الميم. إذن هكذا يكون شكل حرف الميم، سوف نتعلم كتابته بطريقة سهلة. الآن سوف أقوم بقراءة كلمات يوجد فيها حرف الميم: موز، معجون، منطاد، مثلجات، مصباح، مكتبة. إذن هذه هي الكلمات التي تبدأ بحرف الميم. الآن سوف أقوم بقراءة كلمات يوجد فيها مد حرف الميم: ما، ماعز، مو، ليمون، مي، قميص. أريد منك عزيزي الطالب أن تكون طالباً مفكراً ومتأملاً، وتتأمل هنا في هذا النص الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم. أقلام وسيم. اشترت ماما أقلاماً لوسيم. قالت سمسم: ما أجمل هذه الأقلام. إذن الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم هي ماما، وسيم، أقلاما، سمسم، الأقلام. إذن هذه هي الكلمات التي يوجد فيها حرف الميم. الآن سوف نقوم بورقة العمل التالية. ورقة العمل هذه بوضع دائرة حول حرف الميم، مثلا موز، هنا حرف الميم في أول الكلمة، هكذا يكون شكل حرف الميم. أريد منك أن تكون طالبا مفكرا ومتأملا. ليمون، هنا حرف الميم في وسط الكلمة. أيضا في كلمة أقلام، هنا حرف الميم في آخر الكلمة. وكلمة خاتم، هنا حرف الميم يوجد أيضا في آخر الكلمة. في ورقة العمل التالية سوف تقوم عزيزي الطالب هنا بتلوين القلم وتلوين الموز وتلوين حرف الميم. كيف يكون شكله في أول الكلمة؟ هكذا يكون شكله في أول الكلمة، وحرف الميم في آخر الكلمة أيضا هكذا يكون شكل حرف الميم في آخر الكلمة. وأريد منك أن تقوم بتلوينه داخل الخط. وسوف نأخذ كمان في وحدة من نحن عن الطعام الصحي، والموز هو من الطعام الصحي. هنا سوف تتعلم عزيزي الطالب كيفية كتابة حرف الميم عن طريق تتبع النقاط في أول الكلمة وفي آخر الكلمة. في أول الكلمة مثل كلمة معلمة، هكذا يكون شكل حرف الميم، وفي آخر الكلمة مثل كلمة أقلام، هكذا يكون شكل حرف الميم في كلمة أقلام. إذن عليك تتبع النقاط لكتابة حرف الميم. وإذا أردت أن تكتب حرف الميم بدون تتبع النقاط، هذه علامات زيادة لك سوف تكون. إذن هذا كل ما لدينا عن حرف الميم. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حرف جديد. شكرا لكم.